خوتي خواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اولا وقبل كل شيء الاخوان، تنشكر الناس اللي ضامنين معايا والناس اللي متبعيني. الحمد لله، راه اي فيديو الحمد لله تنحطو تيشوفوه، تيحطونا التعاليق، تيجاوبونا على الاسئله، تيعطيونا نصائح. تحياتي ليهم بزاف، تحياتي لجميع الاخوان. المهم اللي تيتفرج فينا الاخوان، ميسا شي دعم القناه ويزرع على زر الاشتراك، ان شاء الله ديما الجديد بدا يوصلو. وبكم الاخوان ان شاء الله نزيدو القدام. والقناه الحمد لله مختصه في الاثمنه ديال الاسواق وفلوكات بحال هكايا. المهم الاخوان، الموضوع ديال اليوم هو على حساب الخروف، بما انني حطيت صوره ديال الخروف تيهضر شويه على الخروف. انا الاخوان يعني ديجا حطيت واحد الفيديو ديال واحد الغنم كانت والده، ودرت في العنوان ديالها واش ضروري من الغنم قبل ما تولد ولا اللي ضاره ولا والده واش ضروري خصها تعلف. اخويا الفلاح، ضروري خصها تعلف، ضروري خصها تعلف، خصوصا في هذا الوقت اللي صعيبه. هذا الوقت قاصح الاخوان، يعني الا ما علفتيش ما وكلتيش راه ما غاديش تكون عندك شي نتيجه. وبالنسبه للعلف الاخوان، ما تنشرطوش واحد العلف، يعني راه هضرنا عاوتاني على حساب العلف. يعني اي واحد العلف اللي متوفر ليه خص ضروري بعدا النعجة تاكل واحد شويه، يعني تقريبا ما بين نص كيلو حتى الكيلو خصها تاكلو وهي مرتاحه، عاد تخرج ديك الساعه وتقلب على برا. المهم الاخوان، هذا الفيديو هذا درت لكم باش نبينوا النتيجه ديال العلف بالنسبه للنعجة اللي تتعلف والنعجة اللي ما تتعلفش. ومن هذا المنبر الاخوان تنقدم التحيه للسي عمر، الله يسخر ليه تبارك الله. هاد النعيجات وهاد الخروف هذا اللي دوزنا راه ديالو تبارك الله، وتا هاد الخرفان اللي موزونين راهم ديالو، الله يسخر ليه. تحياتي ليه والله يسخر ليه. هنا الاخوان تبارك الله راه عنده واحد القناه حتى هو ديال شجر الخروب، داير في العنوان ديالها الخروب. يعني الصراحه راه غادي يكون من الاوائل اللي غادي يشوف هذا الفيديو، والكومونتير راه غادي يكون الاول ديالو، الله يسخر ليه. صراحه انا الاخوان ما علمتوش، تيصيفط ليا المهم تيشارك معايا التصاور ديالو، وقررت ندير واحد الفيديو نوصلوا المعلومه، والله يسخر الجميع وتبارك الله عليكم. المهم الاخوان، في هذا الفيديو هذا ان شاء الله احنا غادي نحط واحد، حطيت هاد التصويرات، وكاين واحد الفيديو فيه خرفان موزونين، كاينين عنده تبارك الله هنايا واحد ثلاثه اللي وازن صيفطهم ليا، كاينين جوج موتهم كانوا تيعلفوا تبارك الله، يعني عطاو الميزان، وحده ما كانتش مبينه عنده ما بيناش، ولكن يعني الحمد لله كاين شويه ديال الرعايه، الغنم عنده شبعانه ومع ذلك عطى واحد شويه، ولكن كاين بيناتهم فرق كبير. وراه فاش وزن، راه وزن تقريبا ما كاملاش حتى خمسة سوايع أربعة سوايع فاش تولدوا الخرفان فاش وزن، اللهم يسر. هنا الاخوان الفيديو الاول ان شاء الله كما غادي نشوفوه، لا تبارك الله، خليكم معنا. هو هذا تبارك الله فيه 4 كيلو و600 تقريبا، 4 كيلو 500، 4 كيلو 600، يعني النتيجه تبارك الله خروف وزن 4 كيلو و600. الا شفتو حتى تحت الدياله ديالو تبارك الله، يعني راه شبعان حليب، يعني الام ديالو فاش كانت تتعلف تبارك الله، يعني تلقات الضرع تلقات الحليب، يعني حتى الخروف تبارك الله غادي تشبع، اللهم يسر. وبالنسبه للخروف الثاني حتى هو مو كان تتعلف، حتى هو تبارك الله يعني كاين الحليب تبارك الله، عاطي نعجة عاطيه الولده مرضعه تبارك الله مزيان تبارك الله، حتى هو 4 كيلو و500، والله يسخر ليه اخ. يعني الحمد لله ما عندوش هو الدوسي، يلا هذا العام هذا فتقعد فاش تقيد في الجمعيه، يعني شاب عنده طموح عنده كفاءات، الله يسخر ليه، يعني عزيز عليه هذه السلاله باغي يكمل فيها، بغي يدير ان شاء الله يدخل حتى هو للجمعيه ويتنافس مع المنافسين، الله يسخر ليه. ومرحبا به ان شاء الله في شهر 3، شوفوا لي احسن حواله. في هذا الفيديو هنا الاخوان، هذا خروف اللي ولداتو مو ما كانش تتعلف، يعني غير من النظره باين صغير شويه قليول، هانتوما فيه 2 كيلو 700، وراه 2 كيلو 700 مزيانه، كاين شي واحد اللي تيكون فيه قل. المهم الاخوان، وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يعجبكم، وتحياتي لكم وتحياتي للجميع. ان شاء الله الاخوان تفاعلوا معنا في القناه، خليونا البصمه ديالكم، خليونا التعاليق ديالكم،
واللي عنده شي معلومة يفيدنا بها، واللهم بارك.